السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يجمع زول لذا مقران خمار يثما ذي اسما الرواد الموقع نسي جنبونيت نهارا تمرقى كيوم لقيج الحلقة الجديد زي السلسلة الحلقات نغ زي السلسلة التسجيلات المجموعة من المداخلات يتقدموا مثنغ الباحث في تاريخ المنطقة الأستاذ اليزيد الدريوش. فخمين السوار تاريخ المنطقة نسوار مجموعة من الأحداث التاريخية المهمة، مجموعة من التواريخ يتجان تواريخ مهمة ذي التاريخ المنطقة. من سور 21 يوليوز استوار خيجن تاريخ مهم ذي الحركة المقاومة الريفية وبالخصوص ذي الحركة الجهاد محمد بن عبد الكريم الخطابي. إذن أكني ونجد المدخلة يا النهارة الأستاذ الباحث في تاريخ المنطقة السيد اليزيد الدريوش حما أذن غي السور بتفصيل حما أذي نوار الرأي العام المحلي والوطني والدولي استداعيات المعركة يثنتا معركة أنوال الخالدة وكذلك الظروف إذ تعذود أهم من ميزن الحرب ثنتا وكذلك النتائج نغ مجموعة نتائج يترتبا خلال المعركة يثنتا يجنج المعركة مهمة ذي التاريخ النغ ذي التاريخ المنطقة نعرف وبالخصوص من السوار محمد بن عبد الكريم الخطاب. إذن مش النغ بأنه نسيتم بأنه أتري المبادرة ينكسي مجموعة من تسجيلات ذي تاريخ المنطقة تقوض زي سنت حما النوار الرأي العام تاريخ المنطقة النق والخو أكني وجغ مباشرة أقل أستاذ ليزيد دريوش حما ذا نغي السور بتفصيل معركة أنوال الخالدة 21 يوليوز 1921. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بمناسبة ذكرى 94 معركة المجيدة معركة أنوال وجن ذكرى يجن العيد النغني يتوزي كيس يزد كيس سمارية هو العيد مزيان نتقدم يجن التهنئة يمسن من مارة نتقدم يجن التهنئة يزور بوابة أزنغان نتقدم يجن تقدم يجن التهنئة خاصة الأستاذينو إذا غيورتن الورطية الجميلة ذي حب التاريخ ذو مزروي السي طيب عشاب. ممشن لنا معركة أنوال يديوسين ذي 21 يوليوز 1921 معركة خالدة في التاريخ انتث واحدة من المعارك ثم قرانين ذي التاريخ البشرية مرن سيورخ معركة أنوال أخمين سيورخ معركة نورماندي ذي الحرب العالمية الثانية سيورخ معركة واترلوني نابليون سيورخ معركة ستالينغراد ورنتث أنوال إجن معركة المعارك التاريخية ولكن مع الأسف وتكسبول الحجم النس ما حد غاسل إجن قيمة تمقرنت سوينيخ من تستورخ معركة أنوال ممشن هذه الحصة نيثم زواروت المقاومة محمد عبد الكريم الخطابي تبدا صدهارو باران ولكن التاريخ مع الأسف يقصر بعض المعارك واسنتي تشبوها الأهمية مع أنه تغاسنتي جن الوشم إجن في قست مهمة ذي الذاكرة نمزروي النغ التاريخ النغ الذي يعرف نغذي في بلاد ثمزغا نغذي المغرب النغ ذي المعارك وسنتي تغاوني دهارو باران لا تقل أهمية خل المعارك يدغي سنوم بعد شنا أنوان نغ المعارك النغني أمزوارون معركة بومجان إديوسين ذي 15 يونيو 1921 معركة سيدي إبراهيم إديوسين ذي 16 يونيو 1921 معركة بومجان تأتي معركة مهمة موثنديس 300 إسبونيا موثنديس 70 شهداء ذي ريفيين خنيدي تس معركة أنوال معركة أنوال مرخصن سيور معركة أنوال تثوات توسين معركة أنوال أرمي يقود محمد عبد الكريم الخطابي يجم معركة مهمة ورنتث معركة إغريبن لأنه معركة أنوال توات نتيجة معركة إغريبن يتغذي 17 يوليوز 7 أيام قبل أنوال لأنه توا محمد عبد الكريم الخطابي ممش نسندي مو ذي البداية المقاومة النس طويق المركز المقاومة ذي قدرة وميقان رقامث السنة تقود المقاومة ما حدا ذي انتصار خيسبونيا وشلمي انتصار خيسبونيا ذي معركة دهارو باران يتحول مقر المقاومة منطقة إم الزورو يجم منطقة ثوز دجوية تنبو دينار كرونا الإخوان ذي تمساما معروفة غاسن الناحيية السنة يدوري تقود عبد الكريم الخطابي المقاومة زي منطقة إم الزورو ومنطقة إم الزورو تاريخيا شيخ ميخاتس السول انتث خميس سول مثلا خل كيماوي قصف إسبانيا القصف المنطقة نعرف السلاح الكيماوي ممش نسن ذي ثيزي عزة 1923 ذي يونيو
1923 أسبانيو يقصف في زي عزاء أول مرة السلاح الكيماوي ما مش قادر كتب التاريخ ولكن بعد الظهر شن معلومة نغني أذقصان تمانية قان أول مرة أذي وثو أسبانيو السلاح الكيماوي يثذي في زي عزاء 1921 ذي يونيو ولكن لين تتي يثلس الكيماوي عبر المدافع يعني عبر إم الزورو في وجن السبق تاريخ ذي منين أنه أول مرة ذي وثو أسبانيو سل الكيماوي ولكن عبر الطائرات خمين الزور خمين الزورو انتهي جد المنطقة تم الزوارة يوثو أسبانيو سل الكيماوي عبر الطائرات وخان عذو النقطة يا رمي يتمركز محمد عبد الكريم خطابي انتهي القوة الناس المجاهدين المقاومين ذي منطقة تم الزورو تغاسش البرنامج أنه كيفاش أذي حرر أنوال يعني الهدف نسم الزوارو هو أنوال ولكن ما حدا ذي حرر أنوال لابد خصي ذي حرر إغريب لأنه إغريب توثي جن صمام أمام منطقة أنوال ذي منطقة إغريب توثي جن كولونير انتي توي يضبطن يعني الجيش الإسباني ذي النقطة هو الكولونير بينيتيس وشا محمد عبد الكريم خطابي ما حدا ذي حرب ذي حرر منطقة تواسجن استراتيجية عسكرية مهمة جدا هي استراتيجية الخنادق تغيتق الخنادق على شكل قوس كور خندق اتقذي زجار اجو مجاهد الخمسة المجاهدين وجاء جا الخندق ذا الخندق انت في ذيني 20 متر المسافة وشا الخنادق توخرق نجم مشكل ضم قرام بالنسبة الثكنة العسكرية اغريبا وثكنة العسكرية اغريبا طواج منطقة يعني استنزفت محمد عبد الكريم خطابي سوى التاس قدم التاس الخسائر التاس الجنود إلى درجة إلى درجة إلى درجة سيلفيسيس فيرلانديز طواج قارس بينيتيز ودي استسلم يعني انسحب زقوينة زي القاعدة العسكرية ولكن بينيتيز طواج رجل تعاون خاصي كتب التاريخ طواج رجل شجاع وياضب وذي انسحب وياضب وني يقيم يتقوم تسمى الهجومات محمد عبد الكريم الخطابي ومحمد عبد الكريم الخطابي نتتي ذي 17 يوليوز يحارب المنطقة 18 يحاربي 19 يعني وسترت أيام يسك يجن مبعوث غامشا سقان غا القائدة ومقاربي نيتيز مبعوثة من يعني شخصية دبلوماسية تتمغث تمغث يسكس يجنونات يجن مقبوش ذي ساغي أغي يسمى من قارس نشين أغي يسمى بالثقافة الأمازيغية والريفية يجن عربون السلام يجن عربون الثقة يجن عربون التبادل يعني السلام ويتربون الحرب دوينة ولكن بنيتيز يمنع قبوش نينوغي يسوى الزيس ثم يقل البروتوكول ويجاوب ثمغاثني إن سنشذا غمثغ وتستسلم غبوي محمد عبد الكريم الخطابي إن ياسي محمد عبد الكريم الخطابي انتغي يستسلم القنش وتستسلم غشاه وذين تتي محمد عبد الكريم الخطابي ذو يتحارب ذو ناث يتحارب إلى آخر نقطة يومي قان إغريبا يتغو معروفة غاو إسبانيوس المركز 615 يتحارب ذي آخر لحظة ذو الحالة ميؤوسة ذي إغريبا يسكد سيلفيستريز رسالة برقية القائد بنيتيز الناس خصها تنسحب ذو تستسلمش لأنه الانسحاب يتعتبر إنجاز مادام وذي نبو الخسائر وذي نبو الضحايا وذي نبو القتلى وذي نبو الجرحى يعني الانسحاب يتمحسب اجن انجاز محمد عبد الكريم الخطابي تغاس عيون قمشان الني تغاس الجواسيس الناس غاس ويتحرك ذي المخابرات الناس غاس هنا يوذي ذي الرخبه باللي بنيتيز يقصد ينسحب ومريج جيت محمد عبد الكريم الخطابي ينسحب ذي تتممش لنا انه يتعتبر باللي بنيتيز سيلفيسيس فيرلانديز جنيجن انجاز سويني انت فانه محمد عبد الكريم الخطابي يقضى عبريد خل جنود اني غيفقنا ذن ساحب اغريبا ما حدا ضوض غامشا سقان غا انوال يقى كيسنج المعركة معركة مهمة جدا ذي نهان 19 يوليوز موثن دايس 300 نسبونيا نجمن 11 زي سنوا لانه تغم مسألة الجواسيس لا تقصد محارب مخابراتية تغط لازي عبد الكريم الخطابي لازي اسبانيا عبد الكريم الخطابي تحول ما امكن هذه زرع مجموعة نيوذا نخدم المخابرات توند معلومات اسبانيا عاود كذلك وشو الزغة ذي نغضيج النقطة مهمة بالنسبة للجواسيس انه جيج اللحظة محمد بن عبد الكريم الخطابي تغي بدك المجاهدين يسور كيسن كذا يعني تسنجن انسان غريب يجن انسان ذاري فيه ولكن غريب خل المنطقة محمد عبد الكريم الخطابي ذي معركة إغريبا
إن سي المجاهدين سي يوشى الأمر بعض المجاهدين أنا أعتقل سيدني يشبهيث يبقى نزل أنه يجن إنسان مشبوه متهم يعني واسي عجب شرح حري محمد عبد الكريم الخطابي ميث من عن تمجاهدين وين في دغا عبد الكريم محمد عبد الكريم الخطابي فتشنت وغاسو فين والو ذين تتيم محمد عبد الكريم الخطابي يوشى سنجل الأمر أنه خصي أذكسنا الروض الجاسوس اللي المشبوه ونيش بنت بليد الجاسوس كسنا صار الروض جينت ذا عاريان وفينا أنه قعرة الناس إسبونيا ورينس ذيني رسالة قعرة وش ذين تتين قال أنه ممشي الرسول عليه الصلاة والسلام في رسة المؤمن لا تخطئ وسويني أنه توضيني حرب ذي المخابرات حرب ذي المقاومة حرب ذي القوينات وش رمي إسبونيا نهزم ذي معركة إغريب موثن دي استرتمية نجمن حيث عاش ذين تتي ذين هان عشرين مش سقان يوليوز اشتنين رعسكا ذي مغربيين ذي ريفيين خدمن دي الجيش الإسباني أدورن زي الثكنة العسكريين أنوان أدورن محمد عبد الكريم الخطابي وينزت معلومات جد مهمة ناس قبل سيلفيسيس فيلانديس قيزو فيه وشا هذي قلو هجوم كاسح خيم المجاهدين لأنه تورى أنه الحصار نخاس يجاع محمد عبد الكريم الخطابي الحصار مميت حصار قاتل لأنه محمد عبد الكريم الخطابي توث معروف سياسة الاستراتيجية العسكرية أنه يشث الحصار خل خصم إلى درجة يقف الشلل وثقف الحصار تجن ثقافة قديمة ذي المقاوم الأمازيغية مثلا المقاوم عمر الحمامي البطيوي تغى مقاوم يحرر المهدية يحرر العرايش يحرر طنجة زي القبضة الإنجليز تغى يستعمل وانت تغى تستعمل ذي الحروب السياسية والحصار ومعركة أنوال شبيهة سوطس معركة يقود عمر الحمامي البطيوي ذي 1680 معركة المهدية لم يحرر المهدية يوثى حصار خي إسبونيا ذي المهدية يوثى الحصار خي المنابيع ومن إلى درجة أنه يجا أسبانيو أثي عذم العطش أثي سفشر العطش إلى درجة توتيجن السلاح قوي كفوس عمر البطيوي الزيس استطاع ذي يهزم الإسبان أذي حرر مش سقان المهدية ونفس السلاح انت في محمد عبد الكريم الخطابي تستعمل ذي معركة أنوال يوث الحصار أنوال يوث الحصار خيجن ثارة توتي ذي معروفة غي ثمثنا غذي تمسى من قانس ثارة نبضى حمان يجن ثارة توتي المنبع الماء الوحيد يتغي تلبن الحاجيات ومن الجنود الإسبان يوث خص الحصار ممشنا ذي نهان 20 يوليو 1921 اثنين الجنود ذي ريفيين طوين ذي الجيش الإسباني ما يسمى ينو يمقان ريغولاريس وسين دغا محمد عبد الكريم الخطابي عورن ذي الجيش الإسباني انضمن غا المجاهدين ناناسي محمد عبد الكريم الخطابي قا سيلفيسيس فيلانديس قاين واذي جن الهجوم كاسح جن هجوم تسمى يمكن ذي جن خطر ذا مقان خي مجاهدين المعلومة يستغليت محمد عبد الكريم الخطابي استطاع ذي التعبئة جن التعبئة الطام قرنت يذي عب يثوزين يثوريش يقرعيين يثبوحيش بذانين مر المناطق المجاورة يعب إثن جن فترة قياسية وسوين ذي هن 21 عبدون الشيء ون محمد عفوا جنرال سيرفيسيس فيلانديس يتورى الحجم من المجاهدين ذون الحسابات نتوغاس وستصفوخشا وذي هن 21 21 يوليوز يجا ذي نهاني وها يجا سيلفيستري ثلاثة لقاءاتك الجنرالات الناس الكولونيلات الناس على أساس ماذا ينسحب ماذا يستسلم ماذا يخوض المعركة كل ما يتويزدج القرار ويعصبو خج القرار يتال مساعدة ذي دماسو بيرينجير المقيم العام ذي تيتوان ولكن دماسو بيرينجير تغوى يقبر شاسي الفيستريس ويقبر وذيك شن إنجازات نغناجحة ذي نجح ذي تسمى ذي المشوار نسل كولونياني سويني تغوى مرمي ميسك سي الفيستريس شان برقية إذا ما صوبرينجير محدث يقدم المساعدة وإلا إذا ما صوبرينجير انت في ثنه يتقدم إعذارات مماطلات وسيتقدم ووينات يتارس سي الفيستريس فيلانديس أنه يقارس قد قشق قغاك ذي تيتوان 18 تيارات بعض العرايش وشي ثنت محدث تستعمل غادي القصف الجوي كونتر المجاهدين انت فانهم
دما صوبرين المقيم العام ذي الشمال المغرب ويقاسيني نسقا شحذاش خنتورا نشقى غير مشاكل المقاومة ذي الناحية الجبرة، مع أنه الناحية الجبرة ذي الفترية تغادي يجي الهدوء التام ويستطع دما صوبرين هذه نجح ذي المشوار النص الكولونيالي ويتحدي يجيبوا السلاح ويتحدي يجيبوا الجنود، ومع ذلك ويقدم بوش المساعدة سيلفيستريس فيلانديس لأنه تغي تولد يجند النس يجي الخصم النس يخصوا يتكوذ بغى الإنجاز يغيوض انت، لأنه مريق دمس المساعدة ينجح سيلفيستري لا قدر الله ينجح سيلفيستري ذي المشروع النس يتمقود داك كداما سوبرينجير سويني يقاس يقدم المساعدة ومن بعد يسكسجن برقية النغني إن سوديق والزغد قرج الهجوم خل حسيمة خل عمق الحسيمة يجن هجوم ولكن وهمي وها سج مجموعة البوارج نسقنش البوارج الحربية غاري ذك فوسينو وذي تقيدين تشي غاري اثنين البوارج بارجة لاجا بارجة لاوريا إن سنين البوارج وذي تقيدين تشي شقا أكثر ثان البوارج ذي 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 سبتات كيتوان عوني زي سنت البوارج ني مرذي سمح مقانسة بارجة إسبانيا بارجة الفونسو 13 بارجة خيمي واحد إن سنين ستوش ثلاثة البوارج أذق هجوم أذق هجوم خمين طاقة الحسيمة ولكن وجبه هجوم حقيقي وإنما هجوم وهمي ما حد ذي شتت هذي شتت الانتباه ذي التركيز محمد عبد الكريم خطابي خمين طاقة أنول ولكن دما سوبرينجير مع ذلك للمرة الثانية واستجبوا النداء المشسقان سيلفيستريس فيلانديس وسويني لم يتوارى أنه سيلفيستريس فيلانديس أنه يجن خطر داهم يجن خطر لا مفر منه آخر قرار غيوض هو الانسحاب الانسحاب غال منطقة دريوش عفوا غال منطقة بنطيب والقرار غيوض الجنرالات الناس الكولونيلات الناس وقنا زي سعرمن وقنا زي سعرمن مش سقان زي سعرمن الجيوش الإسبانية وسويني أنت ورى أنه لم يوضع القرار الانسحاب القرار مش سقان سيلفيسيس فيلانسيس القرار نس الانسحاب الناس إن يشج الأمر مشسقان الجيش الناس على أساس غاسل جن دورية عادية هذا جن دورية يقسني بلقى جلين سحابة نارور الناس قان جن دورية عادية سنتتي غا بنطيب لأنه المسافة جاء أنوار ثريري في بنطيب جن مسافة قصيرة وجبو ضد التص وجبو ضد التص الناس قان جن دورية يعني جن تدريب عسكري تسمى يوهم الجيش الناس ويقسني سنين الحقيقة وسويني نتايف كاذا انت تير الانسحاب نيغ الفرار نيغ نيني شن حاجة نغني تسمى ذي الانسحاب ممشي فكار سيلفيسيس فيلاندس ذي الانسحاب الناس الناس السيزاغ القافلة الأولى ذي السلاح الثقيل مدرعات المدافع نيني السلاح ذي قرنقاء القافلة الثانية ذي الجرحى القافلة الثالثة ذي الجيش النخبة الجيش النخبة الإسبانيوم يقان الكانترا يتغيط قودي ثماني باكو مانيلا ومن بعد تسد الجيش نتارسي ونتارسيو يتز الجيش ناريغولاريس وقيس على ذلك اذا انت تنشي مش مسن الجيوش خميت تنسحب مري وقع زيس شال الهجوم ذي استراتيجية العسكرية الهجوم تسمى من يتيري الهجوم تسمى الخطر يتيري المؤخرات الجيش ربدا المؤخرات الجيش انت تقدم من التضحية ما عند هذه السنجم الجيش اللي غاس وسونين تفنه ذي الانسحاب في قاسي الفيستري خصا غابنتي بضيارور ذي انت محمد عبد الكريم خطابي ما عنده ذي يهجم خل الجيشه ذي انت يخلف القاعده العسكريه نسن غي جرانزيه ني غي فرنسيسه ني غي الالمان ني غي الامريكان هو القاعده معروفه تستعمل تحت هو ضرب مؤخره الجيش لان مؤخره الجيش انت يتقدم الحمايه الجيش تسمى بكامله محمد عبد الكريم الخطابي ذي انت يقدم لنا غير الدرس انه عبقري انه استاذ انه يعني جن شخصيه فاذه ذكوينه ذي الاستراتيجيه العسكريه مع انه نشين طون سنيد صحفي سنيد رفقي سنيد محلف سنيد استاذ نتمزق اما سوا تنسين رجل يحمل السلاح ولكن هذه يحمل السلاح يفاجئ انا يفاجئ المتتبعين التاريخ التاريخ العسكري الامم الشعوب ذي انت تتف محمد عبد الكريم الخطابي ويشيد شا المؤخرة الجيش سيلفيستريس فيرلانديز وإنما يشات المقدمة الجيش لأول مرة انت في منايا أمو يعني الجيش يتهاجم جيش النغني يشات المقدمة الجيش يتنسحب أما سوا تنزري ذي التاريخ أما سوا تنزري تسمى تبقنت الخبراء نغ الجيوش نغ الجنرالات ولكن محمد عبد الكريم الخطابي يتبقيت ما تود الغباء
ما تغت خطأ استراتيجية الحسابات قال لا سنتائجي يوشى أن قال أنه تغت أكثر من ذكي أكثر من عبقري سوينين تفنو رمي هجم القافلة الأولى يتغذي جا السلاح الثقيل القافلة أني وقع سجن تخبط ذور غثفة تقى الفوضى أكل القافلة الثانية تغذي جا الجرحى القافلة الثانية ذور وانت غثفة تقى جن الفوضى تصطدمك القافلة الثالثة وقس على ذلك المثل وقع جن الفوضى الجنرال ذور وتحكم لبودي الجيوش نسن كوريجي تقصد يارور كوريجي تقصد يفلت سقيق في النس وذي انت تي تبنى نتنوه الدور نتمغاث ثمغاثي تغت حاضرة بقوة ذي المعركية تغذي نيما مشقان كتب التاريخ أنه ثي مغارين تغينت ذي مشقان ذي القواعد الخلفية ممرضات طباخات تغينت الشعر نسن تحفز نت المشاهدين وتغذي نيجي النقطة النغنية أنه ثي مغارين تغينت غذفة كسين تشي فنجارن فنجارن دي سنرحني أي مشاهد أذي نساحب نقارس يعني الكبار ذي نغجبان خميت نسحب شت نتي مغارين نسرحني ما حدا ديس يقيم لا تراسني نحني ومن بعد مع بعد المعركه يتريج العار اج العار اج مشكل نفسي انه هذه بان بلي تو يتراجع يعني غير جابن يدور غير فار تسمى يعني نيد الشمه ثاني وين سويني تو غادي اج ندافع نفسي انه ام جاهد هذه راح غزت اما دي انتصر اما دي استشهد على انه هو يدي كربو غتفا اثيث فارج العار انه جبان يغض الشمته زقيت غوث نثيم غارين سرحني وسويني وجه النقطه نغني دي سامح الاخوان المراه بعدا ذات المراه الخميس سور سيرفيسيس فيلانديز كقائد يقود المعركه انوار ضد محمد عبد الكريم الخطابي السور خشن الشخصيه الثانيه ذي الهرم الجيش وسبانيو هو رئيس الأركان الحرب ونميقان إيميليو ساباتي إيميليو ساباتي وجه الشخصية رقم اثنين دي الجيش الإسباني ذي أنوال وانت تورين تيارور وانقى حصان ثمغارين ممشي السور خوان باندو ذي الكتاب التاريخ السري لحرب أنوال حصان ثمغارين وانت جن جينيرال ضم قران سوطاس رميض حصان ثمغارين وثينت إلى درجات ما نغينت قاع ذا نتصور الدور نتمغارين والدور نتمغارين ذي النقطة الرابعة نتصور خيش الشخصية النغنية الكولونير موراليس جابرييل موراليس دي مانديغوتا إجن شخصية عظيمة ورنتا ورمي موث يروخس عبد الكريم خطابي يطس لأنه وانت تتوى ذي مريتش ميتو عبد الكريم خطابي ذي مريتش وعذوى ورد مقاوم تقدم دوكن عبد الكريم خطابي يطس رمي موث يروخس عبد الكريم خطابي يطس لأنه يفكاد ذكرية تتواكس ذي مريتش وانت تبع ذا رمي يارور رمي تورى أنه وثي تسليك غاضي يارور ذي انت تتواز جوذا يرفض القرارات فيرلانديز سيلفيستري فيرلانديز لأن سيلفيستري تتوى يتفكار ذي نساحب موراليس جابرييل موراليس انت تتوى يقار خصن غن حارب وجابرييل موراليس انت معروف أنه قانا استعلب الريف محمد عبد الكريم الخطابي معروف أسد الريف ودتي ثعلب الريف وشتان بين أسد الريف وثعلب الريف ثعلب الريف وميقان موراليس جابرييل موراليس دي مانديغوتا لم يغين ساحب يوضغ المنطقة وميقان قدام جيثوريش دي منطيب هذا سيعار ذي جن مجاهد قانا سموح دنطهان الشيخ ذيني يزران ذيني يزران ونيخسني ذي ذرغي يزران توثقني منايا يجيث الأستاذ جن الشاب جن الشاب جن أستاذ جن بحثي جيث عظيم قانس قبيلة جيثوريش أستاذ سعيد الفرد يسور يدعم الشعر ذي القصائد ذوينة ذي زراني إننا نثاروا المنطقة خ المجاهدة وميقان موحن دنطهان الشيخ وممشي قد طريقة يزينغا موراليس خوان باندو يسور خاص أنه وثين تسوقاتس غوضة ومن بعد يجن نقاتس وثين تغيذ مانس خني يموث قبري يوم دوك نسو ميقان صباتي ينغن ثي مغارن إن الزريد من دغ ديوي سيلفيسري وينغا المشاكل لأنه تغو ماشي متفهمك سيلفيسري وانت تيرميثين غا موحد نطهان الشيخ تغوث في هداث النس ذي الطبق العلوين شين سن الطبق العلوي ذي البنية الريفية تغوث غالبا من أجل الدفاع لأنه تغوثوذري النار الريف تغوث الوقت ذي الفترة الإسبانية قبل الإسبان تغوث هداث وإلا تعتبر ثكنة عسكرية يعني العائلة كلها مسلحة الأفراد كلهم مسلحة إلى درجة ماذا تفتد داث ذيس ربيت مقران ذيس رمراح ذيس أرشم المرحاض ذيس تصل هنا ذيس يجن ربيت شنج من أجل الدفاع مالي وقع شن هجوم ربيت شنج واجبو ينوجيوان وغيمين طبعا من أجل الدفاع تفدست مربيت غاشن أنفاق ممس غيس كتزوجت يشتز زيس
وسويني المجاهد ومن قال محمد انتهان الشيخ يوجد دير بيتني من الممد يعدو شيء يجني شد سني بمساعدة زوجتيه نينت مغاري نس نينت مغاري ديش تمغار قانت صفاد من دحماني تمغار نغني غير معروفة بمساعدة زوجتيه لأن تكون ما تغيف يتقل إفراغ زيت زوجت وإلا تفت زوجت نغف عما من زيت المساعدة انت مغاري نس انت ذي عدو موراليس انت هذا ستيوش يجن ضربة يوستيد قذان يجن ضربة يوستيد قويند وسوينين نصور مول معركة أنوال الجيش رمي يموت سباتي يموت مانيلا يموت سيلفيستريس يموت يموت وين كولونيل موراليس جابرييل موراليس وغيقيم هذي يقود الفلول اللي ونات الجيش ذيني نافارو جينيرال نافارو رميار ورغ غدريوش يحاول ما امكن هذي لملم الجيش اللي الفلول يسموني تنسني ولكن الخطر تغث مداهم يار ورزي دريوش زي زي بنتي يبغى دريوش زي بنتي زي دريوش غاثي زدودين زي دري زي في زدودين هذه يار ورغه وعروي دكو عروي قيم ديني مجاهدين حصانت اذا انت تتضهج مفاجاه لانه خمين تصور المفاجاه يخص ذس زي السي ورغه انت تي غادي يظهر لاول مره غادي يظهر الجيش الشريف محمد مزيان الجيش الشريف محمد مزيان مش نستنى الشريف محمد مزيان يموت دي غادي نهار 15 في شهر ماي 1912 يقود جميسو مسقنص البركة يقود المقاومة غوانس عامين ومن بعد 1914 يختفى الجيش يختفى ذي الوجود يوذن قناص السيد اسبانيو يقضخ المقاومة الشيخ محمد مزيان الأتباع نيتو غاذيني عمر المطار السيد إلى آخره ولكن الجيش يختفى يختفى من دغيبان أديبان دقعاروي بقيادة محمد التباع ميسو مسنغني بعدها الشيخ محمد مزيان يبان ديقا حصار حصار خنفارو ذي ذقو عروي يقا خاص حصار يجمو الدطم قرانت ذي نهان تسعة زي شهان تمنية أتوقع يجم معركة الطم قرانت يجم معركة وميقان معركة العروي موت ندي استرتالة في سبونيا ومع وخا محمد عبد الكريم خطاب يسكد المبعوثين النس ذي تتيغا وعروي على أساس وتيربوش المجزارة نغو وتيربوش يعني شن عمل عدواني ذم قران خص خونا خر عسكاية غوذي ذقو عروي يسك الفقيه علي بولحية توزانيت واجن الشخصية تم قرنت ومن بعد محمد عبد الكريم خطاب رمي غيكون الحكومة ذي 1923 يعينيه وزير العدل ذي انت تيديس علي بولحية توزاني يسيورك الجيش وميقان الجيش محمد التباع يتغذ الجيش محمد الشيخ محمد مزيان يسيورك على أساس يعني قد قنشان خطا قد قنشان هفوة قنشي نزو الجيش ذي استسلم أذن منع ذي لنأسر الحرب أزيس نستفد ذي الفيديا ذي مسائلني خاص ما نقان نغيثنا مدوينة ولكن الجيش الشي محمد مزيان يتوثي تقود الميسو ماس محمد التباع يقيد ينصاعي الأوامر محمد عبد الكريم الخطابي ما يمي لأنه جنرال نافارو انتجن مسؤول خمقتا الشي محمد مزيان ذي ثورات الحامد سنة 1912 انتتوى مسؤول خلكاتبا نيون حسن حسنين حسن المعروف حسن بوطاجين ونين غير الشيخ محمد مزيان انت تو مسؤول الكتيبه ني وسويني تفنوا ذيني ذي معركه وعروي طول المعركه لابد تيري مساله شرف وكرامه وتصفيه حسابات الى درجه موثن شناب عام 50 يوذن محسوبين عبد الكريم الخطابي زكيثي واريغر وقينا نصعني الاوامر محمد عبد الكريم الخطابي لانه نفروا تواصلنا سر حساب تواصلنا سر حساب ذا قديم خصي لابد تصفن ذي انت ترمي توقع معركه يا نعروي ذي تسعه ديت سعادي شان 8 موثنديس ترتر في اسبانيا وج مجموعه طمزيان تنجمن مجموعه ني نجمن تنجم زكعاروي في وذر مريتش الخرخو دي كتب التاريخ ابريد زكعاروي ان مريتش قناص طريق العذاب ني طريق الالم شبهت وبريد ني سيدنا عيسى رميديو يازي الناصريه غبيت اللحم رميتو خصنا تصلبن تسمى المعاناه ونس مثل ني خصنا سيدنا عيسى وربعة الأسرة وين تندغى ثانو ثنا رمان غالمحكمة محمد عبد الكريم الخطابي قتعدي ذيني محكمة محمد عبد الكريم الخطابي قتعدي ذيني ثدث موسى بوحو ثم محكمة قتعدي ثانو ثنا رمان يجم محكمة ذيني وين الأسرة من عند زي معركة وعاروي ومحمد عبد الكريم الخطابي طويق صدي حاكم ينيج المسؤولين ينين غين العسكر وإسبانيا ذي معركة وعاروي ولكن منو يزداد حاكم يزداد الأمر يقصح لأنه مريض يزداد حاكم خص يزداد حاكم الجيش يكمل
ومن الصعب ذي حاكم الجيش الكمالي لأنه تغاس المبررات إنسان شان غينا سوماس شان غينا سميس شان غينا سباباس شان غينا سيماس يوذن تغين دي الغضب وذوين تتذ مسألة يجين عبد الكريم وحنا عبد الكريم خطابي ويتي فنشان المجاهدين غامريتش قدنا ذي النفس المجزارة يجين لقو عروي وانت تشانو قبري وعروي ذي نجم معركة النغني يقودي تميس مزغنغان دريس خوجة معركة السروان ذي اثنين ذي اثنين زيشان 1921 معركة السروان إذا موثن 500 عسكر إسبانيا وريد جم معركة شهيرة سوتس وسوينين تفنه المجاهدين قود نجم مقاومة زي إغرب زي سيدي إبراهيم زي جوانوال زي وزقعروي سروان وذين تتعامل السيرة في البداية أني قبلي السلاح الكيماوي استعمله إسبانيو في يونيو 1923 لأول مرة ظهرت حقائق مؤخرا أنه أسبانيو استعمل غازة السامة السلاح الكيماوي قبل التاريخ استعمله في شهر 9 في 1921 استعمل دي منطقة النظا استعمل ضد المقاومة سنين تفنى محمد عبد الكريم خطابي رامي يحرر منطقة النظا المناطق المجاورة يقيم تنسحب ينسحب زي قطلايون ينسحب زي الفيض ينسحب زي قزنغان ينسحب زي ثانوث نارمان أرمي وضغى مشسقان غا جمع مورو غا ثمزيدا نومي قان جنادا يتنسحب ما يمي مشي نسن محمد عبد الكريم خطابي طغى في جن قوة في جن معنوية عالية ما يمي ينسحب بسبب السلاح الكيماوي السلاح الكيماوي أول مرة استعمل انت إسبانيا دي منطقة النظر المراجع يسون الخمانية انت في الأستاذ محمد ياسين لابتين المغذي الدكتورة نستان قاروت يسور أنه السلاح الكيماوي استعملت إسبانيو في جوهة منطقة المجاورة يمريتش استعملت ويود الوثائق يود المراجع لن يجن مرجع يجن جاري دا كان تصدر من طنجة قناص لا دي بيش ماغوكان ذيس أسرار المسائل إنشاري ثنت وانت فنه ذين تتيم محمد عبد الكريم خطابي يتراجع نظرا لشراسة العدوان شراسة الهجوم المضاد إيجا وسبانيو يود الجيوش نسمارة ذين يضغطها لأول مرة هذا يظهر سانخورخو جنرال سانخورخو يظهر فرانكو تغطي ذا قبل ذين وقت محمد مزيان يختفى عوذي ذورد يذورد بقوة وذيني معركة زي سختمغج معركة تام قرنت إج معركة تام قرنت وقع 2 أكتوبر 1921 معركة يحدثن معركة يا إذي يحضر المقيم العام سيمنت الناس يقوديت لما صوبرين جيري قوديت كحدثن موثن دايس 200 شهيد 200 نمجهدن وسويني أخصال السيور خيش النقطة أنه معركة يا يخلص السيور تسمى ولو بعجالات تسمى يعني إسبانيا سيون خاصات ذي الكتب التاريخ نسان ذي المقررات نسان صغار مع أنه وخان هزمن ولو كنت غمي جنوشم ذي قمزروين سن نشين مع الأسف التاريخ نغذي المقررات نغ أنوال من دسقين وشي ناس يجن وسطى ذي المقرر نسان كيماني نغ أولى باكالوريا سور نخاس باللي معركة أنوال توقع ذي 1921 معركة أنوال توقع في 1921 ورنت جيش وسطى واش تاريخ أنوال زمار الشهداء موثان الإنجازات المجاهدين النغ هذه تلخص جيش وسطى وانت تيجي نرعيب تيجي نحشومة مع أنه التاريخ الوطنية وفرنس كتب ومراجع ومن غير ندوات أفلام أشرطة كذا والكارثة تمقرنت انت في جيش وسطى وها إذا سنقاني محضان الناغي النشئ هذه قاندي السنكيماني نغذي أولى باكالوريا قانا سنقى أنوال فوق هذه 21 كذا كذا الهامش ذي نجن خطأ فاذح قانا سبلق محمد عبد الكريم خطابي قيم موث ذي 1962 محمد عبد الكريم خطابي ويم موث بوذي 1962 محمد عبد الكريم خطابي يموث ذي 6 فبراير 1963 ويم موث بوذي 62 أفقذهم شكرا.